صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده عم نبتديها معكم في محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا، لكن مع بدايه كل رحله صباحيه نتمنى نهار يحمل الخير والبركه وراحه البال والرزق الكثير والانفراج والرضا يا رب لكل الناس. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور عن جديد وصباح الخير لكل مين انضم لمحطاتنا الصباحيه. ساعة وربع من الوقت تقريبا رح نفصل فيها كثير مواضيع اجتماعية وطبية وغيرها من التفاصيل والمحطات المتنوعة يلي دائما عم بيجهز لنا اياها فريق الاعداد، ولكن بالبداية خلينا نروح لنصبح عليكم بغنية ونبلش. اما هلا سلمى بننتقل لاهم الاحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. بتتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنا من التاريخ وبتشكل ذكرى بنسترجعها مع بعض بداية كل صباح. اليوم 17 تشرين الثاني، خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. بعام 1947 العالمان جون باردن والتر براتن بيضعان المبادئ الأساسية للترانزستور وهو عنصر أساسي بثورة الكترونيات القرن العشرين. وبعام 1970 دوغلاس إنجلبرت بيحصل على براءة اختراع فأرة الكمبيوتر. وبعام 2019 تم تتبع أول حالة معروفة بكوفيد 19 لرجل بيبلغ من العمر 55 سنة كان قد زار سوق بوهان بمقاطعة هوبي بالصين. هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان لها بصمة مميزة بعالمنا، ففي عام 1902 يوغن ويغنز عالم فيزياء هنغاري حصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1963. وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 2000 لوينيل وهو عالم فيزياء فرنسي حصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1970. ما هلا رح نروح لأولى محطاتنا وتحت عنوان تعالوا نجتمع حول أفكارنا. هذا العنوان التشاركي أطلقه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في مخيمات حوارية شبابية متخصصة لاحتضان المشاركين وأفكارهم. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا تيماء مسعود. تعالوا نجتمع حول أفكارنا. تحت هذا العنوان التشاركي أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مخيمات حوارية شبابية متخصصة لاحتضان المشاركين وأفكارهم التي حملوها بقصد تحويلها إلى مشاريع تسهم في بناء الوطن. الغاية الأساسية من المبادرة طبعا هي طرح الأفكار، خلينا نقول هو حوار الأفكار بين السوريين. لما بنقول حوار الأفكار نحن أنا بطرح فكرة، الزميل المشارك معي هو بيطور لي هي الفكرة، بنتناقشها بنتحاورها كلياتنا مع بعض، بعدين طبعا بنطلع بالنتيجة النهائية كيف نحن بدنا نطبق هي الفكرة على الأرض الواقع. وبالتالي نحن اليوم كشباب سوري ما مهمتنا فقط هي انه نحن نطرح المشاكل او نوصفها بطريقه غير موضوعيه، وانما نحن لازم نتساعد مع بعض نوصف المشكله بشكل منهجي ونضع الحلول لهي المشاكل. ما رح نكتفي بطرح المشاكل وانما ايجاد الحلول هي المشاكل بشكل تشاركي من خلال اللقاءات والنقاشات والحوارات، من خلال الزيارات للاماكن المعنيه بالمحاور المطروحه بالمبادره. ضمت المخيمات 100 شاب وفتاة من شباب وطلبة سوريا، توزع حوارهم حول مسار التنوع وتعزيز المواطنة والمشاركة الشبابية ودور الشباب في التنمية المحلية وتفعيل الدور الثقافي وتطوير منظومة التعليم العالي. نحن جايين لهذا المخيم لحتى نوسع أفكارنا، الأفكار اللي نحن اجتمعنا فيها بالفترة الأولى هلأ رح نرجع نوسعها إن شاء الله، ومنتوقع بهيدا الاجتماع كمان يكون ناخد الأفكار اللي بدنا نحكيها أنا وزملائي التانيين بعين الاعتبار ونرجع نتمحور بشكل أساسي حواليها ويكون دور فعال بإذن الله. وأنا وكل زملائي عنا كثير أفكار بتفيد البلد وبتفيد المجتمع وبتفيد حتى البيئة اللي نحن عايشين فيها، إن كنا طلاب ولا إن كنا مواطنين عاديين. حالياً نحن أجينا على الشام بعد ما حضرنا جلسة حوارية بحمص اللي كانت حول
تطوير التعليم العالي، ونحن هون جايين نكمل في افكارنا، لانه كان عندنا افكار كثير حلوه والزملاء ما قصروا وكان التنظيم جدا حلو، وحاليا اجينا للشام لنكمل افكارنا وان شاء الله نحولها نطبقها على ارض الواقع من التخطيط للتنفيذ. هذه المخيمات المتخصصه ستتبعها مراحل لاحقه متقدمه بما يسهم في استنهاض رؤى التفكير لاجل سوريا. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لأولى محطاتنا لليوم بعالم التجميل. كثير من الصبايا اليوم سلمى بتسمع كلمة إنه وجهك تعبان شاحب، مبين عليكي تعبانة مرهقة مانك نايمة، بشرتك صايرة باهتة، يمكن كثير من الجمل هي بعض الصبايا بيسمعوها بيتضايقوا وبيحسوا إنه في مشكلة فعليا ببشرتهم. صحيح نور، وخصوصا هلأ مع هذا الجو اللي نحن فيه ومع تغير الطقس عموما وتبدله ايضا مع التقدم بالعمر، كل ما تعرضت البشره اكثر لاشعه الشمس والغبار وغيرها من العوامل الكثيره اللي ممكن تؤدي لترهل، وممكن ايضا مع العمر ينقص افراز الكولاجين بالبشره وغيرها من العوامل. اليوم لحتى نعرف كيف ممكن نحافظ على بشرتنا برغم كل هي العوامل رح نحكي اكيد مع ضيفتنا الاختصاصيه اللي صارت معنا باستديو صباحنا غير، الدكتوره رغد عيد اختصاصيه جلديه وتجميل. يسعد صباحك دكتوره، اهلا وسهلا فيك. صباحك واهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف قديش الكولاجين هو مسؤول عن نضاره بشره الصبيه، اليوم بنشوف يعني مع تقدم العمر مبدئيا وتاثير بعض العوامل يعني المناخ، التعب، الارهاق، التعرض لاشعه الشمس، تقلب المناخ احيانا من البارد فجاه بيصير اعتدال بالجو بياثر على بشره الصبيه. خلينا نحكي عن العوامل الاساسيه لنقص الكولاجين، يعني نحن بنعرف المرتبط بالتقدم بالعمر ببلش ينقص انتاج الكولاجين. هلا هو نحن من عمر العشرين بشكل عام بلش نخسر الكولاجين تقريبا يعني كنسب 1% بكل سنه، بس هذا كثير بيختلف على طريقه حياه الشخص، يعني مو بس عند الصبايا، عند يعني كل العالم الشباب والبنات. فنحن مثلا شكل الشيء الاساسي اللي بيساعد بخساره الكولاجين هو عدم العنايه، التعرض الدائم لاشعه الشمس، ما نحط واقي شمسي، هي شغلات كثير اساسيه. الشمس كثير بتسرع من تخريب الكولاجين بالجلد يعني. فهون الواقي الشمسي اساسي، كل ساعتين لازم ينحط. كمان انه ما نرطب الجلد، يعني نحن اذا الشيء بالمينيموم اللي لازم نعمله انه نحن نغسل وجهنا يوميا مرتين، نحط واقي شمسي ونحط مرطب صبح ومساء، هذا بيحمينا انه نحن ما نخسر مي عن طريق التبخر. فشوي بيحمي العوامل اللي بتفرز كولاجين بالجلد يعني. طيب دكتوره كمان هلا عم نسمع كثير عن طرق محفزه للكولاجين، منها طرق صناعيه ومنها طرق طبيعيه. تمام، خلينا نميز بيناتهم لانه كثر الحديث عن هذا الموضوع وخصوصا بموضوع الكولاجين. تمام، هلا نحن في كثير شغلات ممكن تعوض كولاجين، اغلب العالم بتفكر اذا اخذت حب كولاجين او انه اكلت اكل فيه كولاجين اللي هو كثير بيساعدها بتحريض الكولاجين بالجلد، هذا بصراحه ما انه موجود، او اذا صار بيصير بطريقه كثير كثير خفيفه. حب الكولاجين هو شيء حموضه المعده بتاخذ لهذا البروتين، هو بروتين بالنهايه وما بيوصل للجلد بشكل اساسي، بتخدمه بالمعده وبيروح تقريبا يعني. طبعا يعني هو بتختلف على طريقه تصنيعه، بده يكون تايب 1 وتايب 3، يعني النوع الاول النوع الثالث من الكولاجين اللي هو بشكل اساسي موجود بالجلد، لانه الكولاجين ما انه شيء موجود فقط بالجلد، هو بكل الانسجه الرابطه يعني بالعظم بالتندنز بالمفاصل بكذا شيء موجود بالاضافه للجلد. فبصراحه انه اي شيء هضمي ما كثير بحرض كولاجين يعني. الشغلات الاساسيه بتحرض كولاجين بالجلد هي شغلات اولا موضعيه، يعني ممكن مو ضروري نحن نعمل اجراءات بالعياده، في شغلات كثير موضعيه بتساعد، بس مشكلتها انه نحن بدنا نكون في عنا صبر استخدامها طويل الامد. وفي شغلات محرضه ثانيه كاجراءات. هلا اذا بدنا نحكي بالشغلات الموضعيه، اي شيء من مشتقات فيتامين اي بينحط على الوجه طبعا بده يكون بطريقه منهجيه، ما دغري من نجي بنحطه. فالريتينول، الريتينويدات بشكل عام، مشتقات الريتينول، الادابلين، تازاروتين، يعني في كذا نوع من انواع هدول مشتقات الريتينويدات، مع الوقت الطويل دراسات عليها بتقول انه نحن بتحرض لنا الكولاجين، بترجع بتعيد بنائه.
الشغلات الثانية اللي هي دراسات عليها شوية أقل بس في كمان منها فائدة هي الفيتامين سي لما ينحط وشيء اسمه نياسينامايد مشتقات الفيتامين بي. هدول أكتر شيء بحرد كولاجين. هلا في شغلات أخرى بيقولوا عنا إنه بس لسه ما الدراسات عليها كاملة ووافية. أي شيء بنحط بشكل موضعي ككولاجين أو هايلورونيك أسيد بصراحة هو ما بيخترق، يعني وزنه جزيئي كتير عالي ما بيخترق الطبقة المتقرنة تبع الجلد فهو ما بيفوت العمق البشرة لأنه الكولاجين هو شيء موجود بالأدمة يعني بالطبقة العميقة من البشرة من الجلد سوري، فهو لازم يخترق البشرة وبعدين يفوت على الجلد. فالكولاجين الموضعي اللي بنحط من برا هذا ما بيفيد. فهدول الشغلات الأساسية اللي ممكن تنحط بالبيت. يعني بنسمع كريمات كولاجين كثير حتى استخدامها بشكل مستمر هلا هو بيساعد ان هي بتعطي ترطيب عالي كثير فهي يعني بهي الانواع من انواع الكريمات فعلا بتعطي ترطيب قوي للجلد بتعطي طبقه حمايه فهي بتساعد بانك انت ما تخسري بس ما بتساعد انه انت تحرد كولاجين جديد. في شغلات ثانيه كمان ممكن مثل المقشرات الموضعيه جلوكوليك اسيد ساليسيليك اسيد الستريك اسيد كمان بتساعد شوي بهذا الموضوع. هلا اذا بدنا تحريض اكثر صفى هون اجراءات مخرشه بدنا نخترق يعني الجلد ان كان يعني اذا حابين تعرفوا اكيد مثلا ابسط شيء هو المايكرو نيدلينج او الديرما بن اللي بنسمع عنه هي شغلات بتنعمل بالعياده. نحن هون بنحرض اذيه ممنهجه بقلب الجلد ف من يعني مثل يعني كتشبيه ما انه طبعا علمي 100% انه نحن بنوهم الجلد انه فيه جرح فهون بيحرض كل الفايبر بلاست اللي عنده مشان يرجع يقوي جلد يقوي تحريض الكولاجين لانه بالنهايه الكولاجين هو شيء للكونكتيف تشو ليزيد مرونه الجلد وقوته. هلا الشغلات اللي اقوى مثل الليزرات ليزر سي اوتو فراكشنال بشكل اساسي الأقوى من هيك هو الشيء نحن بنسميه أبليتيف ليزر يعني بيقيم طبقة كاملة من الجلد هذا كتير قوي. مقشرات اللي بالعيادة الكيميائية وال شو اسمه في يعني هيك مثل أداة بتكون هيك محزوزة هاي من المايكرو نيدلينج هي اسمها ديرما رولر هاي بس ما في مشكلة الموجود بس في ناس عم يستخدموها بالبيوت اللي موجود للاستخدام الشخصي بالبيت بيكون عمقه قليل صفر يعني نص ميلي بقى صراحة هو بيفوت بس على البشرة بس بيساعد أكيد يعني بس بيساعد بشكل كتير خفيف. الإجراءات اللي بتكون بالعيادة بتكون أعمق من هيك كعمق يعني. في عندك كمان شغلات مثل خيوط تحريض الكولاجين كمان بنفوت بشي بنحرض أزية بطريقة معينة بس مو شد كمان لنحرض كولاجين فهي بتعمل تليف معين بقلب الجلد بتزيد كمان تحريض الكولاجين. التقشيرات الكيميائيه يعني هو بصراحه بحر من الشغلات يعني حقنات معينه السكين بوسترز البلازما الغنيه بالصفيحات كمان شوي بتحرض اي شيء بيخترق وحتحقن الهايلورونيك اسيد بشكل مباشر كمان صحيح. طيب دكتوره في ناس بتجيب الفيتامينات اللي انت قلتي عليها عن طريق حب هي او كبسوله تمام قوامها زيتي وبتحطها على الوش هل بتقدر تاخذ النتيجه مثل فيتامين اي وغيره اللي هم صاروا موجودين بشكل تجاري بالاسواق يعني بصراحه انه لا لانه انت هاي الفيتامينات يعني الفيتامين اي حتى هو مثل ما قلت لك له مشتقات كثيره نحن يعني في له اربع اجيال كشيء كيميائي موجود وبينحط بشكل مباشر على الجلد في منه بيتخرب الضوء وفي منه لا ما بيتخرب الضوء في منه بدك تحطيه وتطفي الضوء وتنامي دغري وفي منه لا فيك تحطيه بالصبح طبعا مع واقي شمسي يعني فانت اي شيء حيكون بكبسول ما حيكون مصنع بطريقه انه ينحط بشكل مباشر على الوجه ونفس الشيء بالنسبه لفيتامين سي فيتامين سي شيء بيتخرب بيتاكسد دغري بالضوء فإذا ما كان مصنع بطريقة صح وحتى بتلاقوا العلبة تبعيته لما تجيبيه هي غامقة كتير بحيث إن أنتي حطيتيها بأي مكان شغلت الضوء ما تتخرب فمو أي شيء بنجيب إذا كسرناه وحطيناه بشكل مباشر على الوجه حيفيدك ممكن بالعكس يأذي إذا كان
شيء فيه مادة تانية ممكن تعمل حروق بالوجه أو أي شيء. تمام. طيب حكينا هو بحر واسع، يعني عم نحاول نستفسر عن كل التفاصيل، والصبايا اللي بتحب تعطي استفسارات كثيرة عن كثير أمور لأنه بتحب العناية ببشرتك الصبية، بتحب أساساً تأخر كل عوامل الشيخوخة وتبقى جميلة. طب خلينا نحكي عن الإبر اللي بنسمع، عندنا إبر كولاجين، إبر نضارة، هي كمان إلى علاقة ولا لا؟ لأنه نحن بنسمع بأسماء تجارية كتير، إبرة النضارة، في إبرة بتزغرق 10 سنين، في كتير بتسمع هي وعودة شوية تجارية قوية بس بتجذب يعني. للأسف الصبايا، لأنه بنشوف صبايا صغار اليوم كمان عندهم هذا الهوس بالاعتناء بجمالهم. هلأ هو بالنهاية أي إبرة بتخترق الجلد بتعمل شوية تحريض، شيء في شيء خفيف وفي شيء قوي، والمواد اللي بتنحقن طبعا بتفرق كتير على حسب تركيبتها. يعني إذا عم نحكي إبرة النضارة، إبرة النضارة هي اللي بدي أسألك عنها. هلا إبرة النضارة هي بالمفهوم العام جزئين، يا أما ميزوثيرابي، وهون كمان بتختلف على حد. الميزوثيرابي هي عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والمواد الكيميائية، خليط، مو كل ميزو هو مثل الثاني. صحيح. فعلى حسب التركيبه اللي بدها تكون موجوده ممكن جدا كثير تحرض، وممكن لا، يعني يا دوب. برجع بقول لك اي ابره حتخترق الجلد شوي حتحرض ولو شوي بسيط. ابره النضاره الثانيه اللي هي سكين بوستر، اللي بتكون مينلي بشكل اساسي بيور هايلورونيك اسيد، بتنحقن ايه بتعطي شويه شد واكيد بتعطي تحريض، بس بتختلف. يعني انا ما فيني اقول انه هي حتفيد كل العالم. في عالم اللي اساسا عم تعتني وما في عندها هذا الترهل الكثير، وهيك اذا بتيجي بتحقن هيك ابره بتلاقي نتيجه كثير حلوه. في العالم اللي عنده تصبغات وتوسع مسام وفعلا تعب كثير، بدنا نعالج قبل ما نحقن هيك شيء، لانه النتيجه حتكون اقل، فما حتلاقي حالها انها كثير مبسوطه بالشيء اللي عملته. وابر حتى ابر النضاره اذا بدنا نحكي كسكين بوسترز كمان هي أجزاء، يعني أكثر شيء هي بتكون هايلورونيك أسيد، وهذا بقى بيختلف على حسب التركيز وسماكته والموليكولر ويت تبعه، يعني وزنه الجزيئي. غالباً بيكون خليط بين وزن جزيئي عالي ووزن جزيئي واطي. وفي أنواع تانية بتكون كمان فيها أمينو أسيد وفيها ببتيدات وهيك، فبتحرض بطريقة تانية. فكمان هي على حسب المريض اللي قدام، أو يعني هن مو مرضى، بس قصدي إنه على الشخص اللي قدامنا وحالة جلده بالأساس لتعرفي شو تنصحي يعني. صحيح دكتورة. كمان خلينا نحكي اليوم في كتير بنسمع كمان عن علامات تجارية ترتبط بالأغذية، إنه هي أغذية غنية بالكولاجين. نعرف نحن إنه مصادر طبيعية أكيد هي مصادر صحية شو ما كانت، أخف ضرر من أي شيء كيماوي. شو هي المصادر الطبيعية اللي ممكن فعلا أو الأغذية ممكن السيدة تستفيد منها بالكولاجين؟ هلأ بشكل أساسي أي شيء، مو أي شيء بحري، بس مثلا مثل السردين، الشغلات الغنية بأوميغا 3، أنواع معينة من الأسماك كتير فيها كولاجين. في عندك البروكولي فيه كولاجين كتير، في البون بروث يعني نقي الشغلات اللي بيكون فيها نقي العظم وهيك، هدول غني أغذية غنية بالكولاجين. بالشعبي المقادم والشغل. يعني هيك شغلات اللي لها علاقة، اللي مطبوخة بالعظم يعني، اللي بتحطي عظم بقلب الطبخة، هذا بيطلع هذا المادة من قلب الجيلاتين، من تم يعني ايه فيك تقولي هيك شيء. هذا كمان غني بالكولاجين، بس برجع بقول لك هذا الكولاجين كثير بفيد ممكن اكثر الاربطه المفاصل وهيك، وبشكل ثانوي على الاستخدام طويل ممكن شوي ينفع الجلد، يوصل شوي للجلد، بس الصراحه هو ما كثير بفيد الجلد بشكل اساسي. طيب خلينا نحكي عن اهم الخطوات اللي كل صبيه وسيده ممكن تقوم فيها بشكل يومي، روتين يومي للاعتناء ببشرتها للحفاظ على انتاج الكولاجين، لانه بنعرف في كثير من الاخطاء الشائعه يمكن تقوم فيها الصبيه، مع انه بتقول لك عم حط كريم الصبح، عم حط كريم قبل ما نام، بس لا بشرتي فيها شويه تعب. في بعض الاخطاء الشائعه كمان بتقوم فيها كل صبيه، خلينا نعطيهم بعض الخطوات لكل الصبايا اللي عم يتابعونا. تمام. برجع بقول الحماية هي الأساس. يعني نحن الواقع الشمسي كثير عالم بتحطه بطريقة، بالشتاء بيقول لك ما بنحط واقع لا شمسي. بالعكس، يعني إذا غيم، إذا مطر، كله حتى جوا البيت، إذا البيت مشمس، كنتي بالسيارة، كنتي قاعدة بمكان مشمس حتى لو مغلق، الواقع الشمسي كثير أساس. هي أشعة الشمس بتخرب الكولاجين بطريقة كثير سريعة، هاد غير أنه بتعمل مشاكل ثانية بالجلد، بس نحن عم نحكي عن هذا الموضوع بس. فالوقاية، الواقع الشمسي بده يتجدد على طول. الشغلات الثانية طبعا تنظيف الوجه بشكل أساسي، ومثل ما قلنا الترطيب الدائم طبعا بنوع مرطب مناسب لك. يعني دائما بيقولوا إذا أنا بشرتي دهنية ما برطب، لا، هو في مرطبات بتكون أساسها مائي
هي للبشرة الدهنية بتساعد، لأنه هذا مو معناته أنه أنت ما عم تخسري شيء عن طريق، تخسري بكمية أقل بس مو ما عم تخسري مي أو ما عم يتبخر المي عن طريق الجلد. الشغلات الأكسترا اللي مثل ما قلنا الكريمات الموضعية، وهي فعلا كتير ظريفة كعناية، وحتى إذا عم تعملي شيء بالعيادة أنه نحن نستمر مشان النتيجة تستمر معنا. وكل ما بلشنا بعمر أصغر كل ما بهدول الكريمات كل ما استفدتي للعمر الى اكثر. يعني نحن دائما بنقول يعني اذا بدك بشرتك تكون كثير حلوه بالخمسينيات بدك تبلش العنايه بالعشرينيات، لانه هي شغله طويله الامد، ما في شيء سريع بهدول القصص. صحيح. استخدام سنه واثنين وثلاثه لتبلشي فعلا تقولي انه مو تبلشي لتشوفي فعلا نتيجه قويه، تمشي النتيجه ملحوظه. فبدها صبر الموضوع. طيب دكتورة خلينا اليوم مثل ما حكيتي حضرتك صار في كتير وسائل بديلة علاجية، وصار في سيدات بتقول أنا بدل ما أقعد أعمل كل هاي التفاصيل بالبيت بروح بعمل إجراءات تجميلية بالعيادة وانتهى الموضوع. اليوم الإجراءات التجميلية في بعضها إلى وقت أو إلى مدة كمان، يعني طبعاً مو كله بيقعد فترة طويلة، مثل مثلا البوتوكس بيقول لك بين 4 شهور 6 شهور ماكسيموم سنة يعني تمام. كأقصى حد وحسب يعني هو بوتوكس ما بيضاين سنة بس أي طبعا حسب طبيعة البشرة وحسب تقبلها واستقلاب الجسم واستقلاب الجسم. طيب كمان الكولاجين أو الإبر المحفزة أو حتى البلازما اللي عم يعملوا فيها هلأ عم يحقنوا مثلا فيتامينات أو شيء معين، قديش المدة العلاجية لحتى نكون واضحين كمان المدة العلاجية بالعيادة؟ يعني قدي مثلاً لما هي بتعمل من هذا النوع من الإجراءات قدي بيضاين النتيجة؟ وقدي بيضاين حتى قدي تستفيد هي على حسب، برجع بقول لك يعني ما في اثنين مثل بعض، وبصراحة يعني حتى إذا اثنين كتير قراب من بعض مو معناته هنن حيستفيدوا على نفس الشغلات. طبعاً نحن بنجري دائما بنمشي بالاجراءات خطوه خطوه، بنبلش باقل شيء لقينا استفاده عليه ما لنا مضطرين على باقي الشغلات وتواليك. هلا اول فتره علاجيه بدها تكون اذا نحن عم نقول بشره تعبانه ما حدا ما نو معتني بالاساس، اول فتره بدها تكون الاجراءات ورا بعضها مشان نحن نعوض القديم. اوكي فبدت لنقول مثلا جلستين ثلاثه اربعه اللي هو على حسب طبعا الاجراء اللي حنعمله. يعني نحن البوتوكس تماما غير البلازما تماما. صحيح. غير الدرمابان يعني مثل ما قلت لك كل وحده شيء. صحيح. فنحن هون بتختلف، في عالم فعلا بجلستين بتلاقي نتيجه كثير رائعه او جلسه احيانا بتلاقي انه اوكي، بس دائما نحن بنفضل يكون ورا بعض التحريض اكثر، وفي عالم بدها 5-7 جلسات. يعني هي كثير بتختلف قد ايه في توسع مسام، قد ايه في تصبغ، قد ايه في تجاعيد رفيعه او تجاعيد عميقه، وهون شو نوع الاجراءات كمان بيختلف. متى ما وصلنا للنتيجة النهائية نحن أي إجراء عملناه المفروض يضايلنا حوالي سنة ونص depending، يعني إذا وصلنا فعلا للنتيجة اللازمة، لأنه نحن بالنهاية ما بدنا ننسى نحن عم نتقدم بالعمر، مثل ما التقدم بالعمر شغلة عجلة عم تمشي، يعني كمان الاعتناء بده يكون شيء دائم مستمر. فنحن هون الاعتناء ممكن يكون بالرعب لك بكريمات البيت قد ايه نحن وقينا حالنا من الشمس وهيك، ما تضطري تعملي شيء ثاني او بتعملي شغله كل سنتين مره خفيفه، وفي عالم اللي ما بتعتني واللي اهملت حالها بدها ترجع تعمل كل 6 شهور كل سنه مره كمان. هي بتختلف كثير بين الاشخاص ودرجه. صحيح. اهتمامهم يعني. طب خلينا نحكي عن التقشيرات، يعني مثل الديرما بين او الفريكشنال، يعني هلا مثلا بالشتاء بتقول لك انسب وقت ممكن اعمل جلسه تقشير لانه بنعرف الطبقه بتكون حساسه ويعني ونشيل طبقه الميته وقديش بنعطي انتعاش لبشرتنا. انت مع هي الاجراءات التقشيريه بشكل سنوي؟ يعني كثير بينصحوا فيها بعض الاطباء وبنحكي عنها دائما دائما، في دكتور بيقول لك انا مع، في دكتور ثاني بيقول لك انا بصراحه مع كثير، يعني اذا كان بس يعني برجع بقول لك هذا ما في شيء بيلغي الثاني. انا مع كثير لانه فعلا بتلاقي نتائج عليها كثير حلوه، حتى لو البشره صحيه بس بتحسي انت عم انه ايه بتعملي لها ريفرشمنت، يعني دائما بتقول لك العالم انت عم تضوي او انت طالعه فريش فعلا يعني كل الوقت حتى بالايام اللي بتكوني فيها تعبانه. فايه انا معهم بس هذا على حسب، يعني الفراكشنال ليزر اداه كثير رائعه. لا بالعكس هو عميق والديرما بان عميق، اذا بدنا نحكي بالشغلات السطحيه اكثر ممكن المقشرات الكيميائيه، وهي كمان على حسب نسبتها، لانه في نحن عندنا مقشرات 35% بالنسبه للتي سي اي والجلوكوليك اسيد او 50 او ممكن نوصل ل 70 وممكن نوصل اكثر، فهذا على حسب نسبه المقشر وكم طبقه ما نحطها كمان بنفوت بعمق الجلد. ف
فأنا معه بس هذا بيختلف، يعني مثل التقشير الكيميائي أو الفراكشنال ليزر بدك قاعدة بالبيت قولا واحدا، فهدول حصرا بالشتاء. درمابن داون تايم تبعه أو نحن شو بنسميه الوقت اللي أنت حتاخديه من حياتك هو مانو كتير طويل، وسطيا بيكون يومين، فإذا عندك بآخر الأسبوع بتعمليهم للسبت أحد بيكون أمورك رواق يعني. فأنا بنصح فيهم أكيد. في شغلات ما بتنعمل غير حسن بالشتاء، وفي شغلات بتنعمل يعني مرة بالسنة مرتين. هلا إذا نحن البشرة منيحة وكل شيء تمام وعم نحط كل شيء علينا، مرة بالسنة بكفي. دكتورة قبل ما نختم معنا دقيقة تقريبا، أهم النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل السيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا عن موضوعنا اليوم بما يخص الكولاجين؟ أهم نصيحة أنه نحن ما نلحق ترند، يعني أنه لما تسمعي عن شغلة ممكن تكون كتير فعالة وفعلا رائعة، بس نقرأ يعني، ولا أسهل أنه الواحد يعمل بحث عن شغلة، بس مو كل شيء أنه حدا عمل هيك فهو مناسب لي. كل مريض أو كل شخص فعلا مختلف عن الثاني. الاعتناء بالبيت بالرعب، وبكرر عليه كتير شيء أساسي. أنا أي حدا بيجي لعندي بقول له أنه جايين بس نعمل بالعيادة، يعني بصراحة لا تتوقعوا أنه النتائج. كل شيء هو مثل ما هو عوامل مختلفة بتسبب الموضوع، كمان عوامل مختلفة بتعالج الموضوع. ونوقي أجان نوقي هاي واقي الشمس أهم شيء. أكيد دكتورة بنتشكرك، كنا سعيدين بوجودك اليوم على كل النصائح وكل التفاصيل اللي حكينا عنها. شكرا كثير. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. ميرسي. أما هلأ سلمى بننتقل من عالم الجمال لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير نور. صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. تسلم السيد الرئيس بشار الأسد رسالة من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. سلمها لسيادته وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي. وبحث الرئيس الأسد مع الوزير الضيف التعاون الثنائي المتنامي بين سوريا وعمان في العديد من المجالات، كما جرى النقاش حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس الأسد أن الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها، معتبرا أن ما يميز سلطنة عمان هو مبدئية وتوازن سياساتها ووضوح وشفافية مواقفها مع الحفاظ على الهوية والانتماء العربيين. الوزير البوسعيدي أكد أن سوريا دولة محورية في المنطقة وعمان حريصة على استمرار التشاور والتنسيق معها حول الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما خاصا لتطوير التعاون العماني السوري على المستويين الحكومي والشعبي في كل القطاعات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتعود بالنفع عليهما. ضبطت الجهة المختصة بالتعاون مع الأهالي كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة بعد انتهاء العملية الأمنية في حي طريق السد جنوب مدينة درعا، وبعض الأسلحة المضبوطة غربية الصنع من بينها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات، إضافة لكمية من القذائف الهاون والقناصات والبنادق الآلية المتنوعة وكمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة. اعترض أهلي قرية البولادية بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي حول الدخول إلى قريتهم وطردوه من المنطقة. إلى ذلك أفاد مراسل الإخبارية بأن أهلي قرية خويلد في ريف الحسك الشرقي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري يطردون رتلا للاحتلال الأمريكي يضم 6 مدرعات عسكرية حول المرور من قريتهم.
وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية ضد الأراضي الأوكرانية كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلومتر من الحدود الأوكرانية البولندية. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قال أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات كبيرة لنظام القيادة والتحكم العسكري لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، حيث أصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، وتم تنفيذ تلك الضربات على أهداف أوكرانية على الأراضي الأوكرانية وعلى مسافة لا تقل عن 35 كيلومتر من الحدود الأوكرانية البولندية. ختام الموجز، والآن عودة إليك نورة. شكرا إليك شيرين. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية مع عالم العمل الإنساني. سلمى، مع بداية الأزمة لليوم العمل الإنساني كان له حصة كبيرة بالمجتمع، اليوم عم يكون في مبادرات وجمعيات خيرية، يمكن مبادرة بكلمة بسند بدعم نفسي بمادي. أهل الشام دائما على امتداد الجغرافيا معروفين بالعمل الخير والعمل الإنساني اليوم. صحيح نور، واليوم ضمن فقرتنا الصباحية لليوم رح نحكي عن مؤسسة قدرت أنه هي تكون متواجدة وفاعلة على الأرض بمجموعة كبيرة من الفعاليات المجتمعية التطوعية والإنسانية وغيرها من المبادرات بمختلف المجالات. رح نحكي أكثر عن البرامج المستمرة ضمن هالمؤسسة، وأيضا عن شو بتقدم وكيفية ممكن حتى الانضمام إلى أو المساعدة بالشي اللي عم تقدمه للمجتمع السوري. كل هالتفاصيل عن مؤسسة مبادرة أهل الشام رح يطلعنا عليها أمين سر المؤسسة السيد نور السيروان. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الخير لكم للمشاهدين الكرام، صباح سوري وصباح لوطننا الغالي سوريا الغالي، لكل مين عم يسمعنا ويشاهدنا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا للاستضافة. اهلا وسهلا. خلينا بالبداية لكل الناس اللي عم تتابعنا نعطي بس هيك نعرف شوي عن مؤسسة مبادرة الشام، شو هي، قد ايه صار لها على ارض الواقع، شو النشاطات والفعاليات اللي بتقوم فيها على مختلف الأصعدة. اكيد بالبداية مؤسسة مبادرة أهل الشام بلشت في اللجنة المركزية لمبادرة أهل الشام عام 2013، وهي تجمع لعدد من جمعيات دمشق وريفا ببداية الأزمة، ونحن هلأ الحمد لله بمر التعافي المبكر وانفراج الأزمة يا رب. جمعوا عدد من جمعيات دمشق وريفا لإغاثة الأهالي بمحافظة حمص لتسيير عدة قوافل لإغاثة الأهالي بمحافظة حمص. كبر عمل اللجنة المركزية وتوسعت مشاريعها بعام 2018 ب 25/3 بقرار كريم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تم إشهار المؤسسة كمؤسسة مؤسسة مبادرة أهل الشام. تعنى بعدة مجالات منها الغذاء التنموية والإغاثية والطبية والتمكين، بالإضافة لعدة مشاريع وبرامج. المبادرة اليوم هي مسؤولة أو تحت غطاء حوالي 59 جمعية بجمعيات ريف دمشق، تقوم على تخديمهم بكافة النواحي تقريبا حسب الإمكانيات، بالشراكات أكيد مع المنظمات الدولية وأهل الخير والجهات الداعمة لهذا الأمر. طبعا المبادرة اليوم كمؤسسة لعدة مشاريع مثل ما ذكرنا، وانطلقنا أيضا لمشروع الصندوق الطبي اللي بيقوم على تخديم عدد من المرضى المستفيدين بعدة بإحالات طبية، عمليات جراحية، تصاوير شعاعية، ومن ثم إلى مشروع كفالة اليتيم. تقريبا لدى المبادرة مشروع كثير مهم، وهو أيضا مشروع رائد، مشروع كفالة اليتيم، ومن ثم مشروع كفالة طالب العلم، ومن ثم انطلقنا إلى المشاريع التنموية. اليوم نحن بهذا المجال يجب علينا أن يعني مفهوم الإغاثة جيد، ولكن اليوم علينا نحن يجب علينا أن نعمل ديمومة استمرارية، يجب أن يكون لدينا لنأمن فرص عمل. فقامت المبادرة بتأمين عدد من فرص العمل مهم خلال هالسنوات الماضية، لهيك صار عندنا كمان مر فرع في محافظة الخنيطرة في مشروع دعم الشباب وتمكين اليافعين، أيضا بمحافظة درعا. تقريبا صار عندنا تدريب حوالي أكثر من يعني عدد كبير من الشباب المستفيدين بدورات أساسية، والآن صار أصبح عندنا مركز للتعليم المهني والتمكين في منطقة الصبورة لتعليم السيدات على مهن وعلى حرف لتأهيلهم لدخول سوق العمل. أيضا لدى المبادرة عدة مشاريع وهي عم تواكب الحدث، ولكن نحن
يعني تفضل استاذ نور. ولكن كمان نحن شفنا هلا صور نحن حضرتك عم تحكي عن بعض لقطات من المبادره اليوم. كمان يمكن الشيء الملفت للنظر ان انتم دخلتوا بموضوع ترميم المنازل تاهيلها، هذا شيء كثير قليل لنشوف مبادرات سبقتكم على هذا الموضوع. يمكن في توعوي، في تنميه، في طبي، في كثير عندنا مثل ما قلت بالبدايه اهل الخير موجودين وجمعيات ومبادرات كثيره، لكن هذا يمكن اول مره نشوف حدا دخل بموضوع انه نحن نرمم بيت او نساعد على اعاده تاهيل المكان. هذا الشيء اكيد انطلقنا فيه من مسؤوليتنا المجتمعيه. نحن في هذا الوطن الغالي سوريا الحبيبة كأبناء هذا المجتمع دائما مثل ما ذكرت وعم نحكي، نحن في المبادرة دائما منواكب الحدث. يعني بالمشاريع اللي هي اليوم شو الحاجة المجتمع لها، نحن اليوم وين وجودنا يجب أن يكون فاعل وقوي، لهيك توجهنا لهذا المشروع، مشروع ترميم المنازل. أيضا طلقنا لعدة مشاريع ما ذكرنا، مشروع دعم الدعم النفسي والتمكين والتعليم. فاليوم مشاريعنا هي مواكبة الحدث، اليوم المجتمع شو هو بحاجة، وين نحن لازم نكون موجودين. لهيك بصراحة دائما عندنا دراسة للمشروع وعندنا إعداد خطط استراتيجية لمواكبة الحدث تباعاً تباعاً. طب خلينا نحكي شو مشاريعكم القادمة، بما أنه قلت كل مبادراتكم هي حسب الحدث، يعني أكيد. نحن بنكون موجودين وين ما بكون في حدث أكيد. موجودين دائماً ومستمرين على أرض الواقع. نحن يعني فينا نقول عم نودع عام 2022 ونستقبل عام 2023، أكيد في أجندة كبيرة لكم بما أنكم موجودين على جميع الأصعدة، إذا قلنا الدعم المادي والنفسي، عم نحكي الطبي، عم نحكي عن التمكين، دورات تدريبية للشباب، تكونوا على أرض الواقع مع المجتمع الأهلي. شو الفعاليات والنشاطات اللي عم تحضروها؟ نحن من فترة تقريبا أسبوعين وبرعاية كريمة من سيد محافظ ريف دمشق وبدعم من غرفة تجارة ريف دمشق أطلقت المبادرة دورات تنموية في منطقتين في ريف دمشق بعنوان مهنتي مهنتك ايدك بتفيدك. هي المبادره، هي الدورات التدريبيه كانت موجهه للسيدات وللشباب يلي حابين يدخلوا لسوق العمل من خلال دورات بالخياطه، دورات بتمديدات كهربائيه، دورات عده دورات. فاطلقنا بمنطقتين، والاول تم بصراحه يعني تاهيله وتمكينه. طبعا عندنا كثير مشاريع ل 2023 حقيقه، نحن بنحب نكمل بالشيء اللي بدانا فيه واللي عم نشتغل عليه، اللي هو الدعم والتمكين والتنميه، بالاضافه لمتابعه بمشاريعنا التنمويه والطبيه والاغاثيه. واليوم حتما نكون وليدين الحاجه، اليوم نحن بصراحه عم نتوجه لدعم الشباب ودعم وتمكين اليافعين ودعم النساء اللي يعيلوا أسرهم. اليوم نحن بصراحة عنا المرأة السورية عندها مهارة عالية وإبداع عالي، نحن عم نساعدهم يدخلوا سوق العمل ويدخلوا بمشاريع كتير مهمة. بالإضافة لمشروعنا الطبي، اليوم كمان عنا بخلال مشروعنا الطبي تركيب أطراف صناعية. اليوم هذا المشروع كتير مهم، وهذا الشيء الجانب كتير مهم، هذا الشخص اللي فقد جزء من طرفه عم يكون اليوم هو ما يحس حاله اليوم، بالعكس يحس حاله اليوم شخص فعال وذو تأثير وموجود طرف. حتى عنا قصص نجاح كثير بهذا المجال. بالإضافة لانطلاقنا بمشروع طبعا أكيد ما ذكرنا كفالة اليتيم وكفالة طلاب العلم، وعنا اليوم للأمانة توسع جدا وخطط كثير لعام 2023 عم نشتغل عليها، وقريبا يعني بانطلاقتها بعام 2023 ان شاء الله اكيد بضل العمل مستمر. خلينا بما انه عم نحكي عن اعمال مستمره وانشطه، نتعرف على خريطه توزع الجمعيه، ان كان مو بس بدمشق، ايضا بالمحافظات السوريه أكيد. واللي رح ترافقكم ايضا صور توضيحيه عن الموضوع. هلا نحن مثل ما ذكرت بالبدايه تقريبا عندنا حوالي 59 جمعيه في ريف دمشق، والان صار عندنا توسع اكثر في بعده جمعيات خلال عام 2023. هي النقاط هن في عندنا مشروع برنامج مع برنامج الغذاء العالمي دبليو اف بي، لبرنامج اغاثي، بالاضافه لمشروع
دعم النساء الحوامل المرضعات المتسربين من المدارس. هذا كثير مشروع مهم، لانه عم نلاحظ في تسرب كثير كبير من المدارس بالمدارس، فاليوم هذا المشروع عم يكون على احتضان هؤلاء الاطفال وعودتهم للمدرسة بشكل كثير مهم. أيضا عندنا توسع بمحافظة القنيطرة، كان عندنا عدة فعاليات كمان وتشاركيات مع عدة جهات لدعم الشباب وتمكين اليافعين، ومثل ما ذكرت في محافظة درعا لنتوسع بهذا المجال. طبعا احنا اليوم علينا نشوف بصراحة الكم حلو، بس علينا نشوف الكيف كيف. يعني اليوم يكون عندي كم كبير بس، ولكن لازم يكون عم خدمه بطريقة صحيحة وبطريقة مدروسة وبطريقة منهجية وبطريقة خليني أعرف اليوم أوصل للمستفيد بشكل صحيح. طبعا كل هذا الشيء بدي أكد عليه، كل الأشخاص اللي عم تستفيد من خدمات المبادرة هي تخضع لمعايير أساسية لقبول هاي. يعني أي حدا حلو مع احترام والتقدير، بس ولكن في معايير للقبول، لأنه هاي عبارة عن أموال هي يعني أو دعم هو اللي احنا مسؤولين عنه، وأمانة بصراحة. وأيضا عندنا اليوم كرامة المستفيد، انه يجي المستفيد اليوم يتخدم بطريقه صحيحه، يتخدم بطريقه يقدر ياخذ الدعم من خلاله. فهذا الشيء ومن خلال اللقاء الكريم نحن في عندنا يعني بصراحه نحن اليوم موجودين لنخدم ابناء مجتمعنا السوري اللي احنا بنفتخر وبنرفع راسنا فيه. نحن ابناء هذا الوطن وابناء هذا جزء كبير من مسؤوليتنا الاجتماعيه والتنمويه لهذا المجال. فالتوسع مثل ما ذكرت حلو الكم، بس ولكن بيشوف الكيف كيف بدي يخدم هذا الشيء. وبصراحة اليوم عم نسعى لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وصار كان عنا بصراحة عدة دعم لهذا المشاريع، ومن فترة كان في عنا تشاركية مع أحد البنوك الخاصة بنك البركة اللي هو دعمنا بمشروع الأم بركتنا اللي دعم الأم المعيلة، أم البديلة، أم الشهيد، أم ذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم لدخول سوق العمل. وهلأ إن شاء الله في طور يعني توسع هذا المشروع حسب الإمكانيات المتاحة لنا، وأكيد نحن يعني لخدمة وأبناء هذا المجتمع السوري الغالي علينا. إن شاء الله يا رب تبقوا بهي الهمة أكيد. على طول يعني شفنا بعض الصور التوضيحية لشغلكم وقديش في عندكم فعليا نشاطات كبيرة وشركاء، يعني في جهود جبارة في تشاركية كبيرة أكيد. وأهل الخير أهل الخير أكيد، أهل الشام هن أهل أكيد. الخير يا رب هيك دائما هي الهمة تبقى. بنتمنى لكم التوفيق وجهود كبيرة عم تقوموا فيها، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. شكرا لكم للاستضافة الكريمة للقناة الإخبارية السورية، ولكل الشركاء الداعمين من جهات الحكومية، من أهل الخير، من المنظمات الدولية، وإن شاء الله دائما كيد سوريا بخير وصحة وسلام يا رب. أكيد شكرا لك. طول ما أبناء موجودين لحتى يمدوا الإيد ويساعدوها بالوقت اللي هي محتاجة فيه أكيد رح تبقى أكيد قوية بقوتنا. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا إليك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحافظة اللاذقية وتحديدا إلى اتحاد شبيبة الثورة اللي أقام في دار الأسد للثقافة والفنون حفل فني عنوانه شبيبة الوطن أنوار على جدار الزمن، عكس الفلكلور والتراث. التفاصيل مع مراسلنا باللاذقية مازن محمد. تفاعل مع الحضور وأداء لأبناء الحاضر يعكس فلكلور وتراث الماضي ضمن حفل شبيبيو الوطن أنوار على جدار الزمن، والذي يقيمه فرع اتحاد شبيبة الثورة في دار الأسد للثقافة في اللاذقية. اليوم بهذه الاحتفالية تحت عنوان شبيبيو الوطن أنوار على جدران الزمن، هي ليست المبادرة الأولى في تكريم رفاقنا الشبيبيين ولن تكون الأخيرة. يجب أن نكون دائما عون لهم ومحفزين لتميزهم وأبداعهم في كل المحافل على مستوى سوريا وأيضا على مستوى العالم بأسره. اليوم الشبيبة شباب البعث، هم يجسدون أمل سيد الوطن بأنهم متميزون وأنهم حماة للوطن وقادرون على رفع علم سوريا في كل المحافل. نحن مجتمعين في حفل كورا لفرقة الشبيبة، في طبعا هي مجموعة من الأغاني التراثية
لنحافظ نحن طبعا هاي الاغاني، لنحافظ على هذا التراث، لنعطي لشبابنا انه مو بس هاي الاغاني اللي عم نسمعها حاليا، في عندنا اغاني حلوه، في عندنا اغاني تراثيه اللي هي هي اصلنا. التقليد السنوي نحن بالنسبه لفقره كورال من عندنا بشكل سنوي بنعمل احتفاليه بتخص التراث، بتخص المرشحات، بحيث انه نحن نذكر الشباب الجيل بالماضي تبعه، انه ما تنسى ماضيك، هو ماضيك كثير جميل من خلال الكلمه من خلال اللحن. احتفال اليوم هو عباره عن غناء كورال بضمن عزف وغناء لمجموعه من الرفاق الشبيبيين، صار لهم بيدربوا فتره منيحه لحتى يقدموا بانوراما سوريه بتجسد كل محافظات سوريا. اليوم رح نقدم اغاني تراثيه بتشمل كل المحافظات، قنيطرة، السويدة، جميع المحافظات، لحتى نحاول نجسد نحن الواقع الموسيقي ونخليه يتبلور باحلى صوره للعالم والجمهور. وعلى منصة التكريم هنا المتميزون والمتفوقون على مستوى سوريا يحصدون ثمار جهدهم. تكريم مثل هذا التكريم كثير كبير وحفل رائع عن جد، يعني أجواء لحالة تدعمك نفسيا. تكريم كثير منيح، يعني بيعمل دافع معنوي منيح قبل أي شيء. التكريم قدام العالم كويس كثير وبيعطينا دافع نحن لحتى نعمل أكثر. يبقى الماضي مرآة للحاضر، وتميز جيل الشباب اليوم يجسد انسجاما بين الفكر والإبداع وصورة حية لأبناء الوطن. أما هلا نور رح نروح لمحطتنا التالية ورح نحكي فيها عن قطاع مهم وعن أيضا موضوع مهم جدا واللي هو التقويم التربوي اللي يعتبر أساس النظام التربوي والتعليمي، فهو بشكل أرضية صلبة ومتينة بتحدد ما هو موجود فعلا مقارنة بما هو مستهدف وما يجب العمل عليه. أكيد سلمى، الأمر اللي بيدفعنا دوما نحو التطور المستمر والمتلاحق بما يشمل كل فينا نقول جزئيات العملية التربوية والتعليمية، والتي تتضمن بذلك تقويم البرامج والمقررات التربوية وتقويم أداء المعلمين والمتعلمين وفقا لمعايير ومؤشرات محددة، رح نتعرف عليها مع ضيفنا الدكتور رمضان درويش مدير مركز القياس والتقويم التربوي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الخير للاخباريه السوريه، صباح الخير للاخوه المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. دكتور خلينا نبلش بالبدايه مع حضرتك، اليوم اعاده تقويم واعاده تقييم العملية التربوية أيضا أمر مهم جدا، إن كان بما يخص الكادر التربوي إن كان بما يخص الطلاب، العمل على تطويره هي من أساس العملية التربوية ونجاحها. اليوم أنتم مستمرين بهذا العمل، خلينا نحكي أكثر عن هدف مركز القياس والتقويم. أحدث مركز القياس والتقويم التربوي بمرسوم كريم رقم 4 لعام 2013، يهدف طبعا المركز إلى نشر ثقافة التقويم في البداية، ثم تجويد العملية التعليمية برمتها، يعني سواء من معلم أو متعلم أو منهاج، وطبعا من خلال إقامة دورات تدريبية للمعلمين، إقامة ورشات عمل، تقويم المناهج والكتب، وأيضا التشبيك مع مديريات التربية وايضا مع الجامعات السوريه، كليات التربيه في الجامعات السوريه، لطبعا عمليه التنسيق، كون المدخلات وزاره التعليم العالي هي مخرجات وزاره التربيه والعكس. صحيح. مخرجات كليات التربيه هي مدخلات ايضا لوزاره التربيه، فلذلك كان لابد من التشبيك مع كليات التربيه في الجامعات السوريه لوضع الطريق الصحيح، الاطار السليم لعمل التقويم، سيما ما يهمنا بالدرجة الأولى في الكليات التربية المعلم الطالب، طالبة معلم الصف يجب أن يكونوا على سوية جيدة في، وطبعا على مستوى جيد في التقويم، لكي عندما يدخلوا إلى الصف يكونوا جاهزين ومهيئين
عملية تقويم المتعلم بصورة أساسية. دكتور، يعني المركز القياس والتقويم عم يقوم بشغل كتير مهم، هيك عم نعرف عنه أكثر، ومجهود جبار عم يقوموا فيه. خلينا نحكي عن المناحي الأساسية اللي بيقوم عليها المركز، هي القياس والتقويم والتقييم، يعني هي فينا نقول حلقات مترابطة لتأسيس أي عملية تربوية، إن كان بداية من الطالب مثل ما حكيت بداية حديثك، يعني من الحلقة الصغيرة للحلقة الكبيرة. فخلينا نعرف كل مفردة من هدول كيف بتم آلية العمل، إن كنا عم نحكي قياس ولا تقييم ولا تقويم، آلية العمل مع كل منحة للمركز. طبعا أول شيء هناك خلط في المفاهيم، يعني صحيح. أحيانا تستخدم كبديلة عن بعضها البعض، إنما القياس هو قياس كمي، أي معرفة ما يوجد في الظاهرة، ما تمتلكه هذه الظاهرة من سمة معينة، وبالتالي نحصل على قياس كمي، مثلا قياس ارتفاع الجدار، قياس مثلا وزن الشخص. نحن لا نقيس الشخص بس نقيس الوزن أو الطول، إذا نقيس السمة الموجودة داخل الظاهرة المدروسة. هو طبعا المرحلة الأولى. التقييم مرحلة تالية، هذه المرحلة نستطيع من خلالها اتخاذ قرار بناء على الداتا التي أعطتنا إياها عملية القياس. بناء على التقييم يمكن أيضا بعد اتخاذ القرار يأتي التقويم. التقويم هو العملية الأشمل والأوسع التي تتضمن التشخيص والاستمرارية. القياس بمرحلة معينة، التقييم بمرحلة معينة، بينما التقويم هو عملية مستمرة يستفيد من القياس والتقييم في تشخيص وتصحيح الإعوجاج. طبعا نحن في مركز القياس والتقويم لدينا ثلاث أقسام رئيسية: قسم القياس النفسي، قسم القياس التربوي، وقسم البحوث والدراسات. هذه الأقسام طبعا لكل منه جانب. في القياس التربوي نحن طبعا ندرس الامتحانات، نتائج الامتحانات، أسئلة الامتحانات، نطابقها مع المستويات المعرفية، وعند إصدار نتائج أيضا نقارن بين النتائج وبين الأسئلة لكل محافظة ولكل سؤال ولكل مادة. وطبعا بالنتيجة لدينا نحصل على، أو بالأحرى ينتج لدينا كراس لكل مثلا الصف التاسع، كراس البكالوريا أدبي بكالوريا علمي، ونقيم ندوات. طبعا هذه الندوات لكي نصوب الخلل الذي يكون ضمن هذه الأسئلة، أو نحدد المستويات الطلبية لكي تعرف كل محافظة على سوية مثلا بالرياضيات أو العلوم أو ما شابه. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم في أنواع متعددة للتقويم مثل ما حضرتك حكيت، وأيضا أدوات مختلفة يمكن بتكون حسب المراد قياسه بالعملية التعليمية، إن كان للطالب يختلف عن ما يقام به للكادر التدريسي. اليوم ضمن مجال عملكم نطلع هيك على تفاصيل أكثر عن الأنواع وكيفية سير عملية التقويم. نحن كي نعرف القياس أصلا نقول ماذا نقيس؟ صحيح. لماذا؟ ما الهدف؟ بماذا؟ ما الأداة؟ صحيح. وبالتالي إذا لم يكن لدينا هدف ولم يكن لدينا أداة لا جدوى من ما نقوم به. السيد الرئيس بشار الأسد يقول لا شيء في الحياة غير قابل للقياس، وما لم يكن لدينا آلية للقياس لا نعرف أين نسير. وبالتالي إذن يجب أن يكون هناك هدف وهناك أداة. للأسف الأدوات المستخدمة الآن في مجال التعليم النتائج الامتحانات بالدرجة الأولى، سيما بالشهادات، وطبعا ليس مقياس، ليست الأداة الوحيدة التي يمكن أن تعبر عن مستوى الأداء عند المتعلمين. هذا بنسميه ناتج تحصيل علمي فقط، يعني هذا عملية يعني قياس أو تقييم بعدها حتى نعرف شو مستوى ناجح راسب، مستوى جيد متوسط. أما سيما الامتحانات عندما تكون الاختبارات نهائية، لدينا تقويم قبلي وتقويم بنائي أو تكويني وتقويم نهائي، فنحن في الاختبارات المركزية تقويم نهاية فقط، وبالتالي لا يعرف الطالب أين أخطأ وأين المشكلة، لا يمكن التصحيح بعدها، وبالتالي التقويم هو تصحيح. فلذلك يجب أن تكون عملية تراكمية وعملية مستمرة. أنا أفترض بأن يكون هناك عملية تراكمية من الصف العاشر والصف الحادي عشر مثلا أن تدخل بجزء معين بدرجات البكالوريا. طبعا بتشتغلوا على هذا الشيء دكتور، يعني لما نقول كل هاي نظريات جدا جميلة، ولما نحكي عن عمل المركز هو عمل جدا مهم إذا طبق على أرض الواقع، حتى التحصيل العلمي رح يكون مختلف للطلاب إن كان ولا للمعلمين. هاي النقطة عم تشتغلوا عليها بالمستقبل، أنه يكون التقويم مختلف، مش تحصيل علمي هو تقويم فقط فينا نقول للمرحلة النهائية للتعليم، هي مراحل فينا وفي مهارات فينا نقول عند الطلاب ومواهب عم نتفاجأ فيها، يعني عم يتم استثمارها يمكن ببعض المدارس ببعض المسابقات فينا نحن نستثمرها من خلال هيدا المركز.
لدينا مشروع الآن في مركز القياس وأجرينا عليه عينة تجريبية أو عينة استطلاعية بأن إما أن يلغى موضوع الامتحانات من الصف الأول والصف الرابع أو على الأقل أن يكون هناك بديل آخر اللي هي طبعاً التقويم البديل من خلال ملفات الإنجاز والاختبارات العامة والمهارات اللي بيقدموها الطلاب والمشاريع. دخلت إلى حد ما بموضوع التربية الوجدانية والتربية المهنية حالياً إنما لا تكفي، يعني يفترض أن يكون لكي لا يتعلم الطفل على الدرجة، الحصول على الدرجة هي الأساس. صحيح. فعندما يكون الدرجة الهدف هي مرتبطة بالذاكرة كل الوسائل بكل المراحل. كل الوسائل المتاحة للحصول على الدرجة، لذلك منشوف بالامتحانات أحياناً عمليات الغش وإلى آخره. ليش؟ لأن الدرجة هي الأساس. أما عندما يكون هناك أدوات مختلفة لقياس التحصيل فأكيد لا تكون درجة هي الأساس. الأمر الآخر الأهم التشبيك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. بالأمس كان لدينا المؤتمر طبعا وتحدثنا بآخر لقاء مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي. طالما أن القبول الجامعي يعتمد على الدرجة فلن يرتقي التعليم إلى المستوى المطلوب. صحيح دكتور، اليوم يعني بنشوف كثير طلاب هم بيقولوا لك إن هو كثير شاطر بيحفظ بياخد علامات عالية، ولكن هون أنا كيف بدي أعرف مستواه فعلياً قديش عم يستفيد؟ ممكن هو يحفظ ليفوت يضخ المعلومة بقلب الامتحان ويطلع، ولكن ما ضل شيء مثل ما بيقولوا بذاكرته، وهي الحالة بنشوفها بكتير أماكن. كيف بتم قياس هذا المستوى الطلاب من هذا النوع؟ أنا بسمي هي العملية هرمني. الطلاب اللي بياخذوا دورات ودروس خصوصي إذا أجاكم كذا بتجاوبوا كذا، خلص الامتحان ما عاد عندهم ولا معلومة على الإطلاق، وبالتالي إذا ما أنا عملية معرفية هو درس للفحص ما درس ليتعلم، ما أنا عملية معرفية على الإطلاق، يعني هي عملية لحظة معينة دراسة آنية حفظ آني وبزول، بينما العملية المعرفية هي عملية تراكمية، يعني الثقافة ككرة الثلج المتدحرجة كل ما مشت تأخذ معها شوي، وبالتالي لازم يكون في أدوات مختلفة لقياس التحصيل ليس فقط عملية الامتحان. ظاهرة الحفظ هلا ممكن تكون ظاهرة، في ناس لديها ملكات صحيح عظيمة بالحفظ ممكن تكون ميزة، بس ما أنا أساس بعملية تراكم المعرفة. طبعا نحن في أدوات اختبارات معينة ممكن نحن نجريها للطلبة واختبارات مستمرة، مثلا أنا بشوف أنه بالمدارس التعليم الأساسي حتى الإعدادي مثلا المرحلة الثانية أفضل من الجامعة لسبب في مذاكرات في شفهي في وظائف وفي امتحانات متكررة، وبالتالي هذا بنسميه تقويم بنائي أو بنسميه تقويم تكويني بالضبط، فنستطيع أن نصحح الخطأ في حينه، نستطيع أن نراعي الفروق الفردية، وبالتالي نستطيع أن نتدخل. بس هي الثغرات من خلال المؤتمر، قلت المؤتمر والنقاش اللي دار مع وزارة التعليم العالي كان في نقاش حول هاي النقاط الأساسية، اللي يكون في عملية تشبيكية، لأن احنا دائما نقول وزارة التربية هي منفصلة عن وزارة التعليم، لا هي عملية فينا نقول مراحل تشبيكية، يعني هي حلقات متواصلة في العملية التعليمية. بالمستقبل يعني من خلال هذا النقاش ما راح يكون في تشاركية لخطة تعليمية؟ نقط كتير مهمة عم تحكي عنها بس كلها نظريات، يعني إذا طبقت على أرض الواقع من خلال المؤتمر اللي صار ممكن يكون في شيء على أرض الواقع قريبا؟ منذ سنتين أقمنا ندوة ورشة عمل بمركز القياس والتقويم بين مركز القياس ويعني وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. جردنا مواد كلية التربية التي لها علاقة بالمدارس والمواد المدارس يعني العناوين الرئيسية وطبقنا بيناتهم تنشوف الخلل. طبعا رصدنا الثغرات الموجودة وطبعا أخذتها كلية التربية لكي يتم الترميم. الفكرة أنه هذا المتعلم الذي يتخرج مثلا من الثانوية لأفترض أن المدرسة هي معمل وأنا أحتاج إلى سلعة، يجب أن أحدد مواصفات هذه السلعة، وبالتالي نحدد مواصفات المتعلم. إضافة إلى ذلك كليات التربية تخرج متعلم، يجب أن يكون هناك مواصفات للمتعلم تطلبه وزارة التربية، هنا يتم التشبيك. إضافة إلى ذلك المناهج، يعني أحيانا ممكن نشوف منهاج مثلا بالجامعة مرتبط بالتربية ومختلف تماما في العناوين عن محتوى الكتاب الموجود بوزارة التربية. إذن هذا هو التشبيك الذي نعمل عليه الآن. صحيح. ومن خلال ورشات العمل ومن خلال المؤتمر الذي حصل الآن. أكيد. نتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا.
شكرا جزيلا، يعطيكم العافية، شكرا للإخبارية السورية، شكرا لحضراتكم. شكرا لك دكتور، أكيد نتمنى لكم التوفيق يا رب، ونشوف كل القصص اللي حكيت عنها والنقاط الهامة في المرحلة التعليمية صارت على أرض الواقع، ونشوف النتيجة الحقيقية. شكرا كثير لك. شكرا. أما هلأ نور بدنا نروح إلى السويداء وتحديدا لمبادرات أهلية ومجتمعية لتمكين الشباب وتدريبهم لخلق فرص عمل، والتفاصيل بتقرير مراسلنا شام حمدان. المبادرات الأهلية والمجتمعية في محافظة السويداء مستمرة بهدف تمكين الشباب وتدريبهم لخلق فرص عمل لهم تعيلهم وتساعدهم في تأمين احتياجاتهم. بنقول هاي المشروع الصغير اللي بتمنى وأكيد رح يصير كبير وواسع ويجيب ناس كتير يستفيدوا منه، نجيب الأشخاص اللي هني حابين يشتغلوا، حابين يطالعوا مصروفهم لحالهم بدون ما ياخدوا من حدا شيء. أكيد يعني هاي الفرص اللي بتنعطى بشكل خاص بتعطي أفق للناس طالع إبداعاتها، فأكيد هاي المجال نحن كثير منعتمد عليه لأنه الحاجة أم الاختراع. مبادرة النول الخشبي وشق الخرز وغيرها الكثير هي من المبادرات المجتمعية التي تحاول إعادة إحياء التراث وتشجيع الشباب وحثهم للعمل في هذا المجال. جيت لهون اليوم على المركز أو على الورشة هاي لتعلم خبرة النول اللي هي هلق كانت من آلاف السنين، ورجعنا بدنا نطورها ونرجعها على البلد أكثر. دورة مجانية عملت لأنه نقدر نحن كشباب نأمن حالنا بفرص عمل. هلق عم نشتغل نحن بالنول هاشك خلص، وفي مجال للإبداع كثير بهالمجال، يعني يمكنه كلباس ويمكنه كلوحات فنية وهيك شيء. دورات التدريب والتأهيل المجانية التي تقدمها هذه المبادرات لها دور كبير في تحريك عجلة الإنتاج واستقطاب من يبحث عن فرص عمل وإعادة إحياء مهن كانت في يوم من الأيام ركيزة أساسية في حياة الأسر السورية. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. هلا سلمى ضمن مساحتنا الختامية دائما بنسلط الضوء على المواهب الشابة والأطفال، قديش في عندهم مواهب كتير مهمة خصوصا بالفن التشكيلي. اليوم رح نحكي عن معرض أبجدية الشمس، شارك فيه 10 أطفال قدموا خلالهم 30 لوحة بدعم من الفنانة التشكيلية نسرين حماد، كانت هي المعلمة الأساسي لهم. ومعنا أيضا طالبتها جمان تاسع. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وصباح سوريا. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير جمان. صباح أهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي أكثر عن معرض أبجدية الشمس، من وين إجت الفكرة، ويمكن هيك فكرة رائدة شوي أنه أنت دمجتي بين العلم وبين الفن اللي أنت بتقدميهم كمان للأطفال وبين مشاركتهم بالمعرض. طبعا أنا هذا كان هدفي. هلأ أنا تعلقي كثير بالحضارة والتاريخ هو اللي خلاني أخطي هاي الخطوة. طبعا كان في لي تجارب مع طلابي، اشتغلنا دمشقيات، اشتغلنا نساء من سوريا. كان المشروع أبجدية شمس هو كان الفكرة انه نحن نتناول آثار سوريا، دائما كنت احكي لهم عنها، فدائما انا وياهم بنقاش دائم، يعني انا بعتبرهم رفقاتي مو طلابي. طرحت الفكرة شو رأيكم نرسم عن آثار سوريا، حضارة سوريا؟ فهنا نتقبلوا الموضوع. اخترنا اسم أبجدية شمس، هي بتعني أبجدية أوغاريت، الحضارة اللي مرقت على سوريا، ونفس الشيء شمس هي بتعبر عن سوريا. على ما أذكر باللغة السريالية سوريا هي الشمس. فاخترنا الموضوع انه نحن حكينا عن كل حضارة سوريا والعصور اللي مرت فيها، اخترنا انه الاسم يكون أبجدية شمس. أبجدية شمس من الاطفال اللي راح يكونوا شباب المستقبل، ابناء سوريا. خلينا نحكي مع الطفلة جمان، انت طالبة تاسع مشاركة بالمعرض، خلينا نحكي عن لوحاتك شو هن. هي اسمها جمان التاسع. قديش عمرك جمان؟ 10 سنين. كم لوحة مشاركة بالمعرض؟ 4. احكي لنا عن اللوحات شو هي؟ يعني نحكي عن الحضاره والاثار السوريه، انت شو اللي اخترتيهم، شو اللي حبيتيهم اكثر شيء؟ شو اسمع لك، في وحده اسمها جزء من باب في معبد تدمر، وفي وحده اسمها ختم، وآلة الحضاره للانتقام،
طبعا هي اللوحه كثير بتحبها هي. اي لوحه اكثر شيء بتحبيها؟ هذا اللي عندي. طيب اليوم عم نحكي عن موضوع مهم جدا اليوم، ارتباط الاطفال بالتاريخ والحضاره والتراث. يمكن سابقا كنا نعرف بالمدارس في رحل يقوم فيها المدارس بين المحافظات السوريه والاماكن الاثريه، لكن بعد الحرب شوي خف هذا الموضوع. صفي الفرجه مثل ما بيقولوا، ان كان على فيديوهات على الانترنت احيانا او بعض الصور الموجوده، او حتى اساتذه المدرسه ممكن يكون عليهم عاتق كبير كثير بنقل هاي الصور من الارشيف اللي موجود. خلينا نحكي كيف قدرتي تنقلي لهم بعض المعالم التاريخيه والاثريه بسوريا من خلال التحضير لهذا المعرض، انه يعرفوا هذا المكان وين، عن شو بيحكي، شو بيتضمن. هلا انا مثل ما قلت لك كثير بعشق حضاره سوريا، وعندي مجلدات دائمه من تصويري لكل المعالم الاثريه، تقريبا زايره كل المعالم يعني الاثريه، يعني محتفظه بارشيف كبير بصري، محتفظه بارشيف، وفي اي شيء يعني روزنامه اي شيء بتمرق بايدي بتحكي عن حضاره سوريا واثار سوريا انا بحتفظ فيها. حلو. فحاولت انه فرجيهم ياهم، جمعت تقريبا شيء 50 لوحه عرضتهم عليهم. اول شيء ابتدت الفكره حطيت لهم امراه من تدمر. كنت بدي اشوف قد ايه بيقدروا يضبطوا النساء، بيقدروا ياخذوا يكونوا لي هذا المجسم مثل ما انا متخيله يقدموا. وبصراحه هن اذهلوني لما عم نقول 10 سنوات، يعني اعطوني نتيجه كثير مذهله. عندي كمان 6 سنوات. يعني الاعمار من 6 سنوات، الاعمار من 6 سنوات ل 14 سنه. ولما تشرحي عن الحضاره السوريه لاعمار صغيره هالقد يعني، وتجي تشرحي لهم مثل ما قلنا يعني من خلال الصور عن الحضاره السوريه، وحدا ينطقي هي الصوره يرجع يرسمها عم يجسدها من خلال حكيك وكلامك، قديش عم تقدري يمكن توصلي كل هي التفاصيل عن هي الاثار للاطفال لما عم نحكي عن اعمار كثير صغيره اليوم؟ هذا بيرجع للشغف والتشويق اللي انت بتساوي لهم اياه وانت عم تحكي عن هي الحضاره. صحيح. يعني مثلا انا ممكن اقول لهم انه زرت قلعه الحصن موجود فيها كذا وكذا وكذا، بس بطريقه تشويقيه. صحيح. بتخلي الطفل يتعلق فيها انه انا بدي روح بدي زور هذا المعلم. او مثلا مثل العداله والانتقام اللي هي بتعشقها، صارت هي تبحث عنها، ليش انسى شو كيف هي العداله وبنفس الوقت الانتقام. صارت تبحث انه شو الرمز بيناتهم، هي التمثال الاثري وين الفاصل بين العداله وبين الانتقام، ولقيت هي الجواب. يعني هي اللي اعطتني الجواب مو انا. هي تحكي لنا عن لوحه العداله والانتقام وشو هو الجواب اللي وصلتي له من خلال الرسمه؟ انه العداله والانتقام هي لوحه بتشكل انه في جزء منها العداله وجزء منها الانتقام. احكي لهم شو الاجزاء اللي بتشكل العداله. الجزء اللي بشكل الانتقام هو رسمه كلب مرسومه على اللوحه. والعداله في هذيك البنت حاطه ايدها هيك على ميزان فوق الكلب. يعني بلشنا هيك نعرف انه شوي انه الاطفال بلشوا ياخذوا معلومات مو بس. طبعا انا هذا هدفي كان تماما انه نحن عم نقول تثقيف مع الرسم او الهوايه. خلينا نحكي عن التقنيات اللي استخدموها. شفنا بالصور اغلب اللوحات مرسومه بتقنيه الرسم بالرصاص. الرسم بالرصاص تقنيه ما أنا سهله، وخصوصا يتعلمها طفل. يمكن بالعاده بيروحوا على الالوان انه الالوان اسهل، بيخلط لون أكيد. تثبت الرسمه مع اللون بس تجف. اما في تقنيه لاستخدام القلم الرصاص مثل ما بيقولوا الظل والنور فيه كثير صعب. كيف بلشتي اشتغلتي معهم بهالتقنيات؟ انا هي المجموعه مجموعه متميزه بيمتلكوا مواهب متميزه عندي بالمرسم، فانا ابتديت معهم. يعني شفتهم انا ببلش مع اي طالب مو طفل عادي. مشروعي اني اسس فنان، وصل رسالتي اني اسس فنان مثل ما انا تعلمت. فبدايه اي شيء هو الرصاص، حتى الطفل وقت بده يتعلم الكتابه بدايه معه الرصاص. عندنا بدايه الرسم حتى للفنانين هي الرصاص، تقنيه الرصاص، وانا بلشت معهم فيها. علمتهم كيف يطالعوا درجات الظل بقلم واحد، كيف يميزوا بين الظل والنور بأي مجسم قدامهم. أنا ممنوع يرسموا من أي صورة، دائما لازم حتى لو ما طالعوا لي إياه كامل
بلشت معهم هيك. هذا المجسم نقولوا لي مثل ما انتم شايفينه، ظللوا كيف شايفين الضوء النور الظل، اسموه وظللوه. طبعا اشتغلنا فترات منيحه لحتى وصلت انه هن يبتدوا بالمشروع. وقديش في حسيتي فعليا عندهم مواهب هدول الاطفال؟ عن جد يجب العمل عليها. يعني لما نقول بقلم الرصاص وعم نحكي عن اثار سوريا، عم نحكي عن لوحات منا سهله صعبه. يعني لما نقول من طبعًا. 6 سنوات لل14 سنه، 6 سنوات ببلش يتعلم القلم، بال10 سنوات ببلش يعرف يرسم شوي شوي. اليوم عم نشوف لا، في مواهب بين الاطفال. انت كفنانه تشكيليه حابه تستمري معهم بالشغل تدعميهم؟ طبعا انا قلت لهم يعني اللي حابب يستمر معي بيستمر. وانا قلت لهم من البدايه نحن رح نشتغل، انتو مشروع فنانين. ما لنا عم نشتغل انه شيء ترفيهي او تسلايه. هلا احيانا كنت طالعهم من جو الرصاص، لانه الرصاص كثير بيضرب على الذهن وبيعطي حاله نفسيه انه انا ما عاد بدي اكمل. هن احيانا قبل ما نبلش بالمشروع يقولوا لي انسى بدنا نشتغل باللون، بدنا ننتقل باللون. ابدعوا يعني، وصلوا لمرحله انه ممكن انا احط لهم هذا المجسم خلال دقائق يكونوا عاطين الدراسه الاوليه كلياتها لهم. قلت لهم اوكي ننتقل للون. حطينا الالوان، اشتغلوا بالالوان بطريقتي، بالطريقه الفنيه مو بالطريقه اللي انتم بتشتغلوا فيها. بلشوا كان يوميتها حطت لهم ورد واغصان شجر وكذا، فبلشوا يدمجوا باللون وبدهم يطالعوا الاحساس طبعا الرصاص اللي تعلموه. فقالوا لي لا انسى خلينا نرجع للرصاص. يعني انا ما ضغطت عليهم باي ماده اعطيتهم اياها. حلو. قبل ما نختم هيك بدنا نسمع من جمان. اول شيء قد ايه صار لك انت مع الاستاذه؟ قد ايه صار لك بلشتي ترسمي وحابه تكملي بالرسم مع الدراسه، ولا لا رح يضل بس موهبه حتدرسي شيء ثاني؟ هلا انا صار لي 1 سنة و4 شهور وحابه كفي رسم. ان شاء الله بنشوفك اهم رسامي. خلينا نحكي عن تفاعل الجمهور مع معرض أبجدية الشمس، كيف كان هذا التفاعل؟ حلو لانه رده الفعل بدهم يشوفوها الاطفال كمان، قديش بيكونوا سعيدين بهي رده الفعل. هلا هو تم تنسيق اللوحات وعرض كفنانين، يعني اشتغلوا ابدعوا اعطوا تحجيم اللوحات بشكل واقعي جدا، فهذا أذهل كل الحضور حتى أهاليهم. المراحل الأخيرة كان ممنوع يشوفوها ليكون عندهم تشويق ليحضروا المعرض. طبعا كل شيء حضر المعرض ولهلأ مستمر المعرض. ومبارح بلغونا أنه تمديد المعرض لأسبوع كامل. حلو. لأنه في إقبال وحضور عليه. بالختام نتشكركم على وجودكم معنا ويعطيكم ألف عافية. بتمنى اكيد هذا الشيء يضل مستمر مع اكبر عدد ممكن من الطلاب ان شاء الله. وانا بتمنى هذا الشيء. وشكرا كثير لكم على استضافتكم. اهلا وسهلا فيكم وبنتمنى لك التوفيق جمان، نشوفك هيك رسامه قد الدنيا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، والتقانا بكره برحله صباحيه جديده تتضمن اهم محطات رحلاتنا الصباحيه خلال الاسبوع. مع نهايه رحلتنا الصباحيه لليوم نتمنى هنهار يحملكم الخير والرزق والانفراج لكل الناس. نهارك سعيد. نهارك سعيد نور. واكيد اليوم كان معنا محطات عديده ومتنوعه، حكينا فيها شوي عن الصحه والجمال وايضا عن العمل التطوعي والتنموي، وختامها كان مع الفن ورسالة ثقافية مهمة. تبقوا بخير ولا تنسوا تراسلونا لأي موضوع بتحبوا يكون ضمن صباحاتنا. باي باي.